السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على ما هو الفرق بين الرياكت React و React Native، الكثير من الأشخاص يجدون خلطًا بين React JS و React Native، نعم يعني كلاهما من مبني من جافا سكريبت لكن هناك فرق كبير جدًا. كما ترون يعني هما لهما نفس تقريبًا الأيكون أو اللوجو. وتقريبا لهما نفس الاسم رياكت رياكت لكن لكل واحد منهما هدف او استخدام اوكي اول شيء سنبدا بالرياكت جي اس رياكت جي اس هو مكتب هو مكتبه وليس اطار عمل هو مكتبه لبريري من جافا سكريبت عكس رياكت ناتيف رياكت ناتيف هو فريم ورك هو اطار عمل من جافا سكريبت هذا اول فرق يعني رياكت جي اس هو لبريري اوبن سورس من جافا سكريبت ورياكت ناتيف هو فريم ورك اوبن سورس من جافا سكريبت اوكي الفرق الثاني هو ان آه, رياكت جي اس يستخدم في الابلكيشن ويب يستخدم في الويب اوكي يعني في البراوزر دوم اوكي يعني آه, يعني كما ترون هنا يعني نقوم باستخدام الديف الخاصة بال HTML الأمور أوكي يعني أن الرياكس جي إس يستخدم مع ال HTML أوكي ويستخدم في البراوزر يعني في الويب أوكي عكس الرياكس ناتيف الرياكت ناتيف هو يستخدم في الموبايل كروس بلاتفورم أوكي يستخدم في الموبايل وليس في الويب أوكي يعني نقوم بكتابة الكود وهذا التطبيق يعمل على الأيوز الأندرويد الويندوز يعني كروس بلاتفورم اوكي لكن رياكت ناتيف يستخدم فقط جافا سكريبت لا يستخدم الاتش تي و اس اس فقط جافا سكريبت اوكي يعني هذا هو الفرق الثالث كما ترون يعني هذه الفانكشن كما ترون نقوم بكتابه ريتيرن فيو لا نقوم بكتابه ديف يعني كما في رياكت جي اس اوكي يعني الفرق ان رياكت جي اس ليبراري ورياكت ناتيف فريم ورك و رياكت جي اس يستخدم في الويب مع البراوزر عكس رياكت ناتيف يستخدم في الموبايل رياكت جي اس يستخدم على الاتش تي و اس عكس React Native يستخدم مع جافا سكريبت فقط أوكي؟ اتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك والى اللقاء